بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. الأهلي تأهل إلى مرحلة الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي، النسخة الأولى من هذه المسابقة اللي بالتأكيد القارة الإفريقية بالكامل بتتابعها بشكل كبير جدا خلال الفترة الأخيرة، نظرا لأهميتها، نظرا لقوتها، نظرا لأنها النسخة الأولى من هذه البطولة اللي العالم كله بالتأكيد عايز يعرف هذه النسخة قد تطبق في أوروبا الفترة اللي جاية، هل ممكن تنجح في القارة الإفريقية؟ بالتأكيد في سبوت إعلامي كبير جدا على هذه البطولة، ولكن الأهلي نجح في المرحلة الأولى التأهل إلى مرحلة الدور نصف النهائي لمواجهة ماموريدي سان داونز بطل جنوب إفريقيا في مباراتي ذهاب وإياب خلال الأسبوع المقبل. بالتأكيد النهاردة عندنا كلام كتير جدا على لقاء الأمس أمام سيمبا التنزاني والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، ولكن الأهلي تأهل بفارق الأهداف، صحيح النتيجة الإجمالية 3-3، ولكن الأهلي تأهل باحتساب قاعدة أو قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، كما ذكرنا طبعا في الحلقات السابقة هذه القاعدة المتعلقة بلوائح البطولة تأكيدا على أن هذه اللائحة لم يتم فيها أي تعديل، وأن الهدف الذي يحرز خارج الأرض يعتد به ويكون بهدفين وليس متساوي زي نظام البطولات الأوروبية. حلقة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا، هنتكلم على موعد مباراتي الذهاب والإياب، هنتكلم على تفاصيل متعلقة بالأمور الفنية في أداء الأهلي بالأمس أمام سيمبا التنزاني، كولر إزاي فكر في ماتش امبارح، إزاي بيحضر للفترة اللي جاية، إمتى الأهلي هيسافر إلى جنوب إفريقيا، مواعيد المباريات الفترة اللي جاية، التخبط اللي موجود في البطولة من تغيير مواعيد بعض المباريات بسبب أمور تنظيمية، هل ده ممكن يندرج على تعديل في مباراة الأهلي وسان داونز؟ النهاردة عندنا مفاجآت مهمة جدا بخصوص مباراتي الدور نصف النهائي، وكمان عندي معلومة مهمة جدا تتعلق بتقنية الفيديو VAR، إيه اللي بيحصل؟ هل التقنية بتتنفذ بشكل كويس؟ هل الحكام مستواهم الفني ده نتيجة أسباب تقنية موجودة في الفار في هذه البطولة تحديدا؟ هل التقنية اللي بيتم استخدامها في البطولة هي نفس التقنية اللي كانت موجودة من إحدى الشركات اللي بتتعامل مع الاتحاد الإفريقي؟ ملف مهم جدا هطرحه النهاردة من خلال برنامج الترند عشان نتفادى أي أخطاء ممكن تحصل من الفار أو من الحكام، خاصة إن مباراتي سان داونز مباراة صعبة جدا، أنت بتتكلم عن نهائي مبكر، دايما مباراة الأهلي وسان داونز بتبقى مباريات قوية جدا وبتبقى فيها إثارة وقوة، لكن إن شاء الله النادي الأهلي قادر على الفوز على فريق سان داونز ذهابا وإيابا. زي ما قلت القصة دي قبل كده في مباراة الوداد، بأكد تاني الأهلي يقدر بإذن الله يكسب سان داونز ذهابا وإيابا، ولكن عشان وقت الحلقة نروح بسرعة لسؤال حلقة النهاردة، وعايز حضراتكم ما توجهوا رسالة للاعبي الأهلي والجهاز الفني قبل السفر إلى جنوب إفريقيا ومواجهة سان داونز في الدوري الإفريقي. تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على هذا السؤال من خلال صفحات القناة على السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من رسائلكم للاعبين وللجهاز الفني قبل السفر غدا إلى جوهانسبرغ. عموما نروح بسرعة لأهم العناوين، لأن عناوين الحلقة النهاردة فيها تفاصيل مهمة جدا. في ترند الأهلي، الفريق راحة من التدريبات اليوم، وكمان بعثة الأهلي تسافر إلى جنوب إفريقيا غدا، وفي الترند المحلي 16 نوفمبر موعدا لمباراة منتخب مصر مع جيبوتي. كويس ان المنتخب حدد مباراته مع جيبوتي يوم 16 نوفمبر، لان اخر مباراه في الدوري الافريقي يا رب ان شاء الله يكون الاهلي في النهائي على استاد القاهره يوم 11 نوفمبر. طيب نروح لمباريات دوري ابطال اوروبا، والنهارده بنتكلم في الجوله الثالثه، هيبقى في ما يقرب من حوالي يعني 8 لقاءات الساعه 8 الا ربع. برشلونه بيستضيف شختار دونيتسيك الاوكراني، وفي نفس التوقيت ايضا فينورد روتردام الهولندي بيستضيف لاتسيو الايطالي. الساعه 10 سيلتيك بيستضيف أتلتيكو مدريد، يانج بويز بيستضيف مانشستر سيتي، لايبزيج بيستضيف النجم الأحمر، رويال أنتويرب بيستضيف بورتو، نيوكاسل يونايتد بيستضيف بروسيا دورتموند، وفي الختام مباراة قوية جدا ومثيرة ما بين الدوري الكرة الفرنسية مع الكرة الإيطالية، باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء بيستضيف الميلان. النهارده دي الجوله الثالثه من مباريات دوري ابطال اوروبا. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نواصل.
نجح الأهلي في تخطي عقبة سيمبا التنزاني في مباراة الدور الأول للنسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي ليضمن التأهل بطاقة أو ليضمن الأهلي بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي في مواجهة مامولودي سان داونز الذي تخطى بالأمس وعقبة فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي بعد التعادل معه إيابا 0-0، ولكن تأهل لسابق فوزه في أنجولا بهدفين مقابل لا شيء. المباراة امبارح فيها تفاصيل فنية كثيرة، ولكن ما بحبش أتعامل دايما مع أي عمل للجهاز الفني أو مع اللاعبين بالقطاع. ليه؟ امبارح كولر قال نقطة مهمة جدا في المؤتمر الصحفي، مش كل ماتش لازم اكسب 3-4. طبعا الجمهور نفسه يتفرج ويشوف افضل اداء وافضل نتيجة ومتعة في الكورة، ده العالم كله، جماهير الكورة في العالم كله بتحب تتفرج على كده، ولكن وارد جدا في لحظة ان الفريق بتاعك يبقى داخل المباراة يبقى دي اوف، يعني ما يبقاش في حالة توفيق. والتوفيق على فكرة ممكن يبقى للاعيبة وللجهاز الفني، التوفيق ممكن يكون للجميع، يبقى اليوم كله ما تبقاش موفق فيه، ولكن مهم جدا لما تبقى في الحاله اللي هي دي اوف ازاي تكسب، ازاي تتاهل، ازاي تاخد من المباراه اللي انت عايزها. الاهلي على فكره من مباراه الذهاب كان ممكن يحسم الامور بدري، ولكن يعني ضياع الفرص، بطوله جديده، تحدي، بدايه موسم، والفريق بالتاكيد مضغوط لانه عنده تحديات كتيره، فممكن يكون في شويه قلق، ولكن خلاص انت دخلت في غمار منافسات البطوله وداخل على مواجهه اصعب بكتير من مواجهه سيمبا التنزاني، لان كمان صعوبه المباراه احيانا ودي بتبقى موجوده في اللاعب المصري لما يحس ان المباراه او المنافس في المتناول ساعات جدا او اوقات كتير جدا، يعني ممكن بيستسهل المباراه. لكن الحمد لله الاهلي امبارح حتى لما تاخر بهدف عرف يتدارك الامر بسرعه وعرف يحرز هدف تعادل ويتاهل بمجموع المباراتين، لان الاهلي اتعادل في تنزانيا 2-2، وكلنا عارفين طبعا ان قاعده احتساب الهدف خارج الارض مطبقه في النسخه الاولى من الدوري الإفريقي لكرة القدم، وبالتالي تأهل الأهلي إلى مرحلة الدور النصف النهائي. برضو السؤال اللي ناس كتير سألته، طب التغييرات إزاي ما تعملتش تغييرات؟ برضو كولر امبارح في المؤتمر الصحفي شرح ورد على الجزئية دي. بصوا يا جماعة في نقطة مهمة قوي، نتفق نختلف إحنا كمتابعين كصحفيين كإعلاميين كجماهير حتى، ممكن نتفق نختلف في بعض النقاط، ولكن في النهاية في مدير فني بيبقى هو المسؤول مسؤولية كاملة، هو أدرى حالة اللعيبة، هو شايف حاجات احنا مش شايفينها، هو ممكن يكون بيخطط لحاجات لفتره جايه افضل من احنا شايفين تحت رجلينا وبنتفرج على الماتش وعايزين نكسب ونعمل سكور وندي تحذير للجميع ان بطل دوري ابطال افريقيا بيكسب بره وجوه وجاهز لمواجهه سان داونز والكلام ده كله. خليكم بس الاول متفقين على فكره ان كل الفرق الافريقيه بتخشى الاهلي، كل الفرق الافريقيه بتخشى الاهلي بما فيهم مامولودي سان داونز، رغم قوه الفريق، رغم العناصر اللي عنده، رغم امكانياته الفنيه، ولكن بيخاف ان هو يلعب مع نادي الاهلي، لانه عارف ان الاهلي بيعرف ازاي يكسب، بيعرف ازاي يتاهل. فربنا باذن الله يكرم الاهلي في لقاء سان داونز ذهابا وايابا الاسبوع المقبل. لكن مباراه سيمبا بتفاصيلها الفنيه اكيد كان في حاجات ممكن البعض بيتخوف منها، ليه ما كانش في تغييرات؟ قلت في النهايه في مدير فني. ليه امبارح ما كانش في تركيز؟ ممكن المباراه المنافس، انت شايف اللقاء الاول 2-2، مش عايز تبذل مجهود كبير، عايز تريح لان عندك ماتش كمان في جنوب افريقيا بعد 72 ساعه. كمان خدوا بالكم نتيجه مباراه سان داونز مع بيترو اتلتيكو في انجولا كانت وصلت للناس كلها خلاص احساس بنسبه تتخطى 90% ان فريق سان داونز هو اللي هيواجه الاهلي في المرحله اللي جايه في الدور نصف النهائي، ولكن الحمد لله قدر الاهلي يتخطى موقعه سان داونز. امبارح من النقاط اللي انا شايفها ايجابيه جدا محمود عبد المنعم كهربا. كهربا بيبذل مجهود كبير جدا في الملعب، ممكن ما يكونش فيه تركيز في اللمسه الاخيره، ولكن لو بصيت على مجمل مباريات البطوله من اول لقاء لغايه دلوقتي كهربا هو هداف البطوله، كهربا هو هداف البطوله، احرز هدفين، كهربا اكتر لاعب اكتيف وظاهر بشكل كويس جدا بشكل مباشر وهو بيهاجم على حارس مرمى فريق سيمبا التنزاني، كهربا اكتر لاعب بينتقل في اماكن كتيره جوه الملعب وبيفضي مساحات سواء لدخول بيرسيتاو او لدخول حسين الشحات او حتى حسين الشحات كان بيطلع بيعمل ثرو بيدخل في القلب لكهربا او بيرسيتاو. كهربا اكتر واحد بيعرف يتعامل مع الكرات العرضيه اللي على الارض اللي بتيجي من الاطراف، وده ظهر في لقاء سيمبا وده ظهر في لقاء العوده امبارح. لقاء سيمبا لقاء الذهاب كان ليه دور في الهدف الثاني لما تعادلنا 2-2، وامبارح كان ليه دور في الهدف التعادل الايجابي 1-1 لما علي معلول عمل تمريره داخل منطقه الجزاء. انا شفت امبارح كهربا بصراحه من ابرز اللاعبين اللي جريت واجتهدت واشتغلت في المباراه بشكل كبير جدا.
ماتش صن داونز اكيد ليه حسابات تانية، وفريق صن داونز على فكره بيفتقد لثلاث لعيبه مهمين جدا، ثلاث لعيبه مهمين جدا. الفرقه على فكره عندها ما يقرب من حوالي سبع لعيبه مصابه، ولكن في ثلاثه مؤثرين. اولا مافالا المدافع اللي اطرد امبارح في الدقيقه الثانيه، قلب الدفاع ده اطرد، فمش هيلعب ماتش الذهاب في بريتوريا يوم الاحد اللي جاي، ده رقم واحد. رقم اثنين، اثنين لعيبه محور اداء فريق ماموريدي صن داونز، لاعب برازيلي اسمه لوكاس روبيرو واللاعب النبيبي بيتر شالوليلي، الاثنين مش موجودين بقالهم ما يقرب من حوالي اسبوعين، واحد عنده اصابه في العضله والتاني عنده اصابه في الانكل القدم، فبالتالي الاثنين مش متاحين في الفتره الاخيره. ممكن يلحقوا ماتش الاهلي، يعني مش عايز اقول لكم في محاولات جاده جدا ان الاثنين دول حتى يعني يلحقوا على الاقل لو ماتش العوده في القاهره، محاولات جاده جدا، ولكن حتى الان لوكاس روبيرو اللاعب البرازيلي وبيتر شالوليلي صعب جدا يلعبوا مباراه الحد اللي جاي، لان هما في المرحله الثانيه من التاهيل، بيتر شالوليلي في المرحله الثالثه، فلسه قدامهم شويه وقت، وكمان لما يرجعوا محتاجين مجموعه من التدريبات الجماعيه عشان يلحقوا يلعبوا في المباريات، فاعتقد الوقت هيبقى ضيق جدا، ولكن دي لعيبه مؤثره. والنهارده رولاني ميكوينا المدير الفني لصن داونز اتكلم عليهم في المؤتمر الصحفي، النهارده كان في مؤتمر صحفي واتكلم على مباراه الاهلي واتكلم على ان الغيابات دي مؤثره عليه بشكل كبير، ولكن احنا بقى كل التفاصيل دي مالناش علاقه بيها، احنا ممكن كاعلام بنتكلم على الغيابات، ابرز اللاعبين، النجوم، والتحليل بتاعنا العادي، ولكن اكيد الجهاز الفني واللعيبه هيتعامل مع صن داونز على انه فريق بيمتلك افضل لعيبه في جنوب افريقيا. عنده اولا حارس المرمى، حارس مميز جدا، كان له دور كبير جدا في تاهل صن داونز وتخطى عقبه بيترو اتلتيكو، تصدى ركله جزاء كانت ممكن تقلب المباراه في انجولا. عنده ميكوينا رقم اربعه، لاعب وسط الملعب، افضل لعيب بيسدد في جنوب افريقيا ولاعب دولي في منتخب جنوب افريقيا. سيرينو عاد وظهر من جديد في التشكيله نتيجه طبعا غياب لوكاس روبيرو وبيتر شالوليلي. سيرينو ما كانش بيشارك قبل كده وكان بعد لفتره، ولكن ابتدى يظهر من تاني لما غياب لوكاس روبيرو وبيتر شالوليلي، فسيرينو موجود. عندك كمان تيمبازواني بيقدم مستويات ضعيفة جدا الفترة الحالية، ولكن يبقى من أهم نجوم صن داونز، ممكن في اليوم بتاع ماتش الأهلي تلاقيه فايق، فلعيب مهم جدا. فمهما كانت الغيابات، اللعيبة دي لعيبة مؤثرة حتى لو ما بتشاركش بشكل أساسي، ولكن فرقة صن داونز لازم تعمل لها ألف حساب. عندي أخبار مهمة وعندي تفاصيل تانية، ولكن هأجل شوية الحديث فيها عشان دلوقتي بينضم لي أحد كباتن ونجوم النادي الأهلي في العصر الذهبي فترة التسعينات وقائد خط الدفاع الكابتن عمرو الحديدي. كابتن عمرو مساء الفل. الو، يا حماده ازيك يا كابتن عمرو، اخبارك ايه؟ يا كابتن محمد اخبارك يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب وبخير دايما يا رب. اولا سعيد جدا بوجودك معانا، لان عايز اتكلم معاك في نقاط فنيه، وبصراحه يعني بستمتع لما اسمع رايك الفني في بعض المباريات وبعض اللقطات. ماتش سيمبا امبارح ابرز النقاط اللي شفتها، وهل المباراه ليها تاثير على لقاء صن داونز؟ فبالتالي كان التفكير في المرحله اللي جايه، لان المرحله اللي جايه بعد 72 ساعه مش بعد شهر او شهرين، فشايف ماتش سيمبا ازاي؟ وكمان لو ليك تعليق على لقاء صن داونز ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي. بص، اول حاجه هنشتغل على مرحله اولى هي مباراه سيمبا، وانتهت احنا بنقول الف مبروك صعود النادي الاهلي، ده الجزء اللي احنا بنتكلم فيه اولي. الجزء الثاني احنا بنقول لعيبه النادي الاهلي انتوا شفتوا وتوقعتوا ان في ناس بيقدروا يتجرأوا ويهاجموا النادي الاهلي. اوليفيرا امبارح كان بيشتغل مع النادي الاهلي، مظبوط، زي ما كولر بيذاكر وبيشتغل تحليل اداء، غيره نفس الكلام، الراجل اشتغل على النادي الاهلي ضاغط من اول دقيقه، ويبتدي يشتغل على مرحله الترحيل، بتروح جهه علي معلول يرحل ثلاث لعيبه، وبيكثف عدد لعيبه نص الملعب عشان يقدر يستحوذ على مجريات المباراه ويقدر يتحكم في رتم المباراه. صحيح. اعتقد ان احنا خدنا درس، اول مره اقولها يا محمد ان كولر في مباراه صن داونز 5-2 كان هنقول لسه غريب على الدوري الافريقي وما تعاملش مع بطوله افريقيا قبل كده، كان بالنسبه له الموضوع بعيد شويه. اكيد كان لسه شاب جديد او نجم جديد بيصطع في عالم النادي الاهلي لتقديم اوراق اعتماده للجماهير وتقديم اوراق اعتماده للعيبه. الراجل دلوقتي امبارح ادائك، البادي لانجوج امبارح وانت بتاخد قرارات والرياكشن بتاعك كان باين انك غايب عن اللقاء. صحيح. كنت قلقان. حتى اما خدت قرار التغيير هيعمل ايه موديست في خمس دقائق؟ نزل في الدقيقة 86.
بالظبط. هيعمل ايه رضا سليم؟ انت فكرت تفكيرين، فكرك الاول انك انت فكرت في رضا سليم في مباراه الذهاب هناك على اساس ان يقلل الضغط، ان رضا سليم بيعمل الحته الدفاعيه والحته الهجوميه وعنده من السرعات والشخصيه اميز من حسين الشحات شويه، فيقلل الضغط على كريم الدبيس. رجع لك علي معلول، لازم اغير، لازم الروتيشن اللي بيشتغل تحت الفيرود اللي هو الشادو الاسترايكر اللي تحت الكهرباء يكونوا فايقين. طاهر، تاو، رضا، حسين، عبد القادر، قفشه، كريستو، ايا كان من الاسماء. عمرك كنت طبيعي بترد وبتقول كل كلمه بواقعيه في المؤتمر بتاعك. ثباتك الانفعالي انطبع على لعيبتك، ابتدى لعيبتك تتشتت. يوصل بينا امبارح احنا يعني لعيبه النادي الاهلي وبنكلم وبنحلل في احد القنوات ان احنا نقول شتت يا رامي، اربط يا محمد عبد المنعم مع رامي ومع الشناوي، غطي يا رامي من ظهر محمد هاني. ايه ده؟ احنا اللي بنقول الكلام ده لينا؟ طب كويس قوي انك ذكرت نقطه مهمه يا كابتن عمرو، وحضرتك طبعا احد المدافعين اللي كانوا في الاهلي في فتره مهمه جدا في التسعينات. هل بتيجي على فرقه في توقيت معين التيم بالكامل ممكن يبقى دي اوف؟ لا كامل لا، مستحيل. كامل لا، مستحيل. بص هقول لك على حاجه، محمد عبد المنعم بيتعلم من اخطائه، او مش هقول من اخطائه، هي ما تجيش، مش هتيجي كلمه اخطاء، هتيجي كلمه يعني معناها افضل من كده. الثقه الزياده عن اللزوم، امكانياتك تسمح لك، طريقه لعبك وطريقه مراوغتك عشان كنت في يوم من الايام فرويد تسمح لك بده. بس العدوى من زميلك هسبب لك قلق. ما انا عايز اقلده، ما انا عايز ازيد بواحده يمكن يبقى شكلي حلو، عايز ابقى في الصوره. انا قلت قبل كده يا محمد، كل مساكين النادي الاهلي المفروض كانت تتعدد من بدر بنون، من ادائه وثباته وهدوءه وتحضيره من الخلف. تمام. انت امبارح في ربط ما بين الشناوي ومحمد بقالها سنين ما شفتش التشتيت ده، التركيز ده. كنت قليل التركيز، كنت مش يعني حتى في البدايه محمد هو بيحضر اثنين، واحده لعلي معلول واحده لمروان، لا مش رايق، الكتاف مرفوعه وبيحضر وهو واثق ان الكره هتبقى صح. لا، الماتشات اللي زي دي ممكن تخلص بجون، يعني امبارح في اخر دقيقه لو الكره دخلت جون هنقعد نقول يا ريتنا 90 دقيقه لعبنا بالاسلوب الفلاني. اكيد. لا. طيب لازم نتكلم نقطه مهمه يا محمد. اتفضل. لازم اللعيبه وجماهير المحب النادي الاهلي يعرفها، عمر لعيبه النادي الاهلي ما كان ادائهم الفردي في انانيه زي امبارح. تملي كنا بنقول ادائك الجماعي وادائك البدني يتغلب على امكانيات اي فريق، فكله كان بينكر ذاته مين يجيب جول. انت امبارح كل واحد عايز هو اللي يجيب الهدف، كل واحد عايز يترجم فردي وراح اجيب الجول. طيب. عايز اسدد تسديده معينه. نستفيد بده ازاي يا كابتن عمرو بقى لماتش سان داونز؟ لان انت بتتكلم في 72 ساعه ومدرسه غير المدرسه اللي بتلعبها خالص. هقول لك على حاجه. انا جربت ولعبت معاهم قبل كده، جربت ولعبتهم مره واثنين و10 من ايام موسيماني وايام فايلر ودلوقتي كولر، ولعبت قبل كده كولر وحققت تارجت وخدت بطوله افريقيا. الاحتواء الموجود دلوقتي احتواء نفسي. هديك فكره صغيره بمليون جنيه. اتفضل. بس تديني المليون جنيه. لا اديني المليون وخد انت الفكره. اهم نقطه. اتفضل. كنا زمان بنقول جلسه كابتن محمود الخطيب فيها اكسير الحياه. صحيح. دي الحقيقه. حقيقه. والله لو هيوصل بيا ان انا اسجل للكابتن محمود بره واصورها للعيبه وتتحط على السوشيال ميديا رسمي وهو بيخاطب اللعيبه، انا بقول لك دي نقله، دي اكسير حياه، دي هخرج من غرفه العنايه المركزه واخش بقلب جامد لو سان داونز فول تيم، لو سان داونز فول تيم. ولا هيفرق معايا. كابتن محمود عنده حته فيها امور نفسيه بيني وبين اللعيبه. زمان ايامنا كان الكابتن صالح واحنا موجودين ساعه ماتش الاسماعيلي 4-3 الكابتن محمود الخطيب دخل لنا وابو الذهب ومشير وجمال السيد. لا لا لا، في حاله الراجل ده قعد معاهم قبل كده قال لهم انتوا قصاد افريقيا، انتوا الابطال، ما تقلقوش، انتوا ما تزعلوش، ما تزعلوش الجماهير دي كلها. الكلام ده مهم جدا. صح. مين اللي يقدر يقوله دلوقتي؟ كبار الفرقه الشناوي وعلي معلول كابتن خالد بيبو والاسماء الكبيره قفشه والناس دي. بس في حاجه عند الكابتن محمود مختلفه. أكيد. مجرد ما هيتكلم طبعًا. انا المحاضره دي بالنسبه لي اكتر من محاضره الماتش، اكتر بكتير من توجيهات الخواجه ليا. انا عارف الكابتن محمود هيتكلم طبيعيين.
شايف حد غلط حد. كابتن عمرو ارجع بس للمكان اللي كنت فيه عشان الشبكه ابتدت. الاهلي ايوه اللي بيغير زي اللي بيلعب، مفيش فرق بين الاثنين. تمام. اللي بيأدي لي هو رقم واحد. فانا محتاج دي، محتاج ان انا اسمع اغنيه يعني وطنيه بس من اسم الكابتن محمود في مجموعه كلمات وليست اغنيه، في مجموعه كلمات تحفزني توصلني للحاله النفسيه ان انا رايح احرر غزه، انا رايح احرر الاقصى، انا رايح الماتش اعمل ده. اللعيبه قد ده ولعيبه النادي الاهلي لما بتتحط تحت ضغط بتبقى قد المسؤوليه. تمام. طيب متفائل ان شاء الله، يعني رغم ان ضيق الوقت ما بين الذهاب والاياب يا كابتن عمرو، يعني الحد والاربعاء، اذا ما كانش الاربعاء يبقى الخميس، بس يعني خلينا نتعامل مع الامور الرسميه لغايه دلوقتي، حد واربعاء. لو هنلعب كل يوم طالما جواك تحدي تقدر تتخطى. هلعب كل يوم. في نقطه مهمه جدا يا محمد برضو لازم تتقال، ولو يا رب يكون صوتي وصل للعيبه. انا كمدير فني ممكن دي مش واصله لي عشان انا بتكلم بالاحترافيه ان انا جاي من سويسرا ومن المانيا، لا. كابتن خالد بيبو الاحتواء للعيبه بالكامل، اقفل على نفسي، مفيش ادلاء باي احاديث بما فيهم المركز الاعلامي الخاص بالنادي الاهلي، اللعيبه كلها تخش، تليفونات كلها تتقفل، هم اربع ايام هيخلصوا الموضوع، ما اكتر من اطمئنان لاهلي والاهلي اللي موجودين ولاولادي، واكمل تركيزي. هو ده المكسب. هو ده المكسب. المكسب، المكسب هو التركيز، المكسب هو روح الفانلة الحمراء، المكسب مشاعر الملايين من جماهير النادي الاهلي اللي مستنيه البطوله دي بفارغ الصبر، ومش صعبه، وعمري ما هقول 50-50، لا 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 لا، هي النهائي هيبقى كالاتي: سان داونز الاربع فرق، سان داونز لا هيبقى هم معروفين الاربعه، الاهلي وسان داونز الوداد والترجي. انا اللي بقول لك مش هيختلفوا عن دول. ثلاث فرق من شمال افريقيا وفرقه من جنوب افريقيا، خلاص في قرعتي لو هيجمعوا منتخب جنوب افريقيا انا عارف انا هعمل ايه. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كابتن عمرو الحديد، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وكانت تفاصيل مهمه جدا محتاجين نتكلم فيها مع احد لاعبي خط الدفاع في النادي الاهلي في فتره التسعينات، وبالتاكيد كان كلام عشان المرحله الجايه نستفيد من اي اخطاء، ازاي نتدارك الامر المهم، المتطلبات المرحله دي تحققت، اللي احنا تخطينا موقعة سيمبا، تأهلنا لنصف النهائي، نسخة أولى بطولة جديدة، دوافع أكيد مختلفة، ولكن خلاص دخلنا بقى في غمار تصفيات ومباريات البطولة، وإن شاء الله أنا واثق الأهلي هيقدر يعمل مباراة جيدة مع مامولودي سان داونز بإذن الله يوم الأحد المقبل. طيب مباراتي سان داونز والأهلي ذهابا وإيابا، ماتش الأهلي وسان داونز لقاء العودة المفروض يوم الأربعاء 1 نوفمبر، في كلام واتجاه خاصة بعد تأجيل مباراتي الوداد وإنيمبا والترجي ومازيمبي من اليوم للغد، إن ماتش الأربعاء اللي جاي ما بين الأهلي وسان داونز في إياب دور النصف النهائي يترحل يبقى الخميس. تمام؟ في كلام يعني في الكواليس، بتواصل دايما مع الشركة المنظمة، بتواصل مع عدد من المصادر في الاتحاد الإفريقي، لأن عايز أعرف في المشهد إيه في الفترة الجاية، خاصة إن امبارح حصل تعديل في الجدول رغم إن اللجنة المنظمة من دي 1 رفض قاطع اي تعديل، ولكن الظرف القهري اللي حصل امبارح ونقدر نقول ماشيها ظرف قهري، لان قدر مازيمبي وقدر انيمبا بذكاء شديد دون الخوض في التفاصيل ان هم يجبروا المسؤولين على تاجيل مباراه اليوم للغد. اوكي، فالتاجيل ده انا شايف من خلال برضو بعض المصادر هينعكس على تاجيل مباراه الاهلي وسان داونز، بدل ما تتلعب الاربعاء تتلعب الخميس، ولكن لسه ما فيش قرار رسمي صدر، ولكن في الكواليس في اتصالات للتاجيل الى الخميس. طيب خد المفاجاه دي مني بقى، لان انا مستني الاعلان الرسمي خلال الساعات اللي جايه، يمكن بعد البرنامج تبقى رسمي، على بالليل النهارده تبقى رسمي. جدول مباريات البطوله، جدول مباريات البطولة معروف ان ماتش سان داونز والاهلي في بريتوريا، هيبقى الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت القاهرة و7 بتوقيت جنوب افريقيا، لان كنا عارفين ان التوقيت الشتوي بكرة لما تتغير الساعة بدل ما كنا هنبقى 8 وهم 7 لا هنبقى 7 زي جنوب افريقيا، فالمفروض الماتش 7. جات لي معلومة وانتوا عارفيننا كده لما بنطقص على بعض التفاصيل بتحصل، إن الماتش ممكن يتلعب الساعة 4 العصر. فهنستنى ونتأكد. المفروض النهارده طاقم التحكيم اللي هيدير المباراة هيتم تعيينه بشكل رسمي. وطاقم التحكيم اللي هيدير المباراة سواء حكم ساحة حكام الفار النهارده هيتم تعيينهم بشكل رسمي من قبل
لجنه الحكام في الكاف، وبالتالي هيتم الاختيار ان المباراه ميعادها الساعه كذا في ملعب لوفتس، طاقم التحكيم كذا. ولكن من المعلومات اللي عندي، وكنت بتكلم مع صديق صحفي في جنوب افريقيا، ان فريق سان داونز بيفضل انه يلعب الساعه 4 بحجه الحضور الجماهيري. ماتش بالليل زي امبارح صعب الحضور الجماهيري، فالحضور مش هيبقى كويس. ليه نلعب الساعه 7 8 بالليل، نلعب الساعه 4 العصر؟ طب ايه الفكره في كده؟ اصل يوم الاحد ده هيبقى مش اجازه. احنا لما بنلعب في دوري الابطال بنختار السبت ويك اند اجازه، فالجمهور بيجي، لكن الحد ده بدايه عمل، بالليل هيبقى صعب. ففي اتصالات ومشاورات ان الماتش يتلعب الساعه 4 العصر النهارده على فكره، هيتاكد كل شيء. فدلوقتي انا قلت لكم تفاصيل لقاء العوده بالنسبه لاستاد القاهره والماتش هيبقى يوم ايه، ولقاء الذهاب والاتجاه ان هو ما يتلعبش بالليل، لا يتلعب الساعه 4 العصر. عموما هنشوف ده خلال الساعات اللي جايه، لان النهارده حسب معلوماتي ان لجنه الحكام في الكاف هتخطر الشركه المسؤوله بالحكام اللي هيدير المباراه، ومعها كمان الشركه هتحدد بشكل نهائي ميعاد المباراه. مع الوضع في الاعتبار لما الكلام ده وصل لي، سواء على فكره ان الكلام لقيته يعني قريب من بعضه، مفيش كلام عكس بعضه، يعني انا ليا احد الاصدقاء الصحفيين في جنوب افريقيا بصق جدا في علاقاته بالناس هناك، فقال لي معلومه ان هم ممكن يلعبوا العصر. كلمت حد مسؤول في الاتحاد الافريقي قال لي في اتجاه لكده من امبارح بيطلبوا ان هم يلعبوا العصر. ولكن لما بصيت على الجدول المباريات لقيت الشركه عامله حاجه خلتني ممكن اقول فعلا انه ده ممكن يتحقق خلال الساعات اللي جايه. كاتبين جنب ميعاد مباريات النصف النهائي والنهائي ستحدد لاحقا، جاري التأكيد وستحدد لاحقا. فبالتالي مش عارف ايه اللي هيحصل في الساعات اللي جايه، لكن عموما ننتظر النهارده اكيد كل شيء هيتحدد، لان الماتش خلاص يوم الحد اللي جاي. دي نقطه. النقطه الثانيه او النقطه الاخيره، هو الاهلي ان شاء الله مسافر بكره باذن الله. النهارده الفريق راحه، بكره في تدريب صباحي، بعد التدريب السفر هيكون الساعه 4 العصر ان شاء الله الى جنوب افريقيا، والاقامه هتكون في بريتوريا لان الماتش مع سان داونز في ملعب لوفيس في بريتوريا. طيب الجزئيه الاخيره بقى اللي عايز اتكلم فيها ولا علاقه بحكام مباريات البطوله. ماتش الاهلي وسيمبا امبارح، هدف سيمبا فاول والفار مش موجود. الاهلي امبارح كان ليه ضربه جزاء وكان في ضربه جزاء لكهربا ما اتحسبتش. لقاء الذهاب في تنزانيا الاهلي كان ليه ضربه جزاء ما اتحسبتش، او احتمال كمان ضربه جزاء تانية لبيرسي تاو ما اتحسبتش. فاكتر فريق عانى تحكيميا في هذه النسخه سواء ذهابا او ايابا هو النادي الاهلي. حكم موريتاني وحكم كونغولي، ده بيغلط وده بيغلط، واخطاء على فكره مش هقول اخطاء تقديريه، انت في تقنيه فيديو. لما رحت تنزانيا الفار استدعى الحكم والحكم ما كانش ليه مزاج يحسب. احسبوها زي ما انتوا تحسبوها بقى، ملوش مزاج ليه؟ ملوش مزاج يحسب. امبارح حكم الفار من المغرب، محمد هاني اتضرب، مش اتاخدت منه، اتضرب. امبارح كان فاول واضح جدا واتاخدت منه الكره وجي منها هدف، بعد ثلاث اربع نقلات جه منها هدف. فالمفروض الفار بيراجع اللعبه، بيشوف الهدف ده مدى صحته، هل في تسلل، هل بدأ في فاول، هل في اي حاجه. ما طبيعي ده، دي شغلانه الفار. يعني لما يجي هدف الفار من حقه ان هو يتحقق من صحه الهدف. الفار مش موجود، مش موجود خالص. انا بعيد عن الامور الفنيه، سالت سؤال امبارح مع احد المختصين في الاتحاد الافريقي في موضوع الفار، واتقالت لي معلومات. لو المعلومات دي بجد في مشكله تقنيه في الفار، انا بحذر من الادوار اللي جايه. ليه بقى؟ الاتحاد الافريقي متعاقد مع شركه ليها علاقه بتقنيه الفيديو، دون ذكر المسميات يعني. الشركه دي هي اللي بتشغل تقنيه الفيديو في مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، سواء دوري ابطال او كاس الكونفدراليه. المفروض الشركه دي كانت هي اللي هتشتغل على مباريات الدوري الافريقي في النسخه الاولى، ولكن ما حصلش اتفاق ما بين الشركه اللي بتنظم النسخه الاولى من الدوري الافريقي مع الشركه اللي بتشغل تقنيه الفار في المسابقات الافريقيه، وبالتالي تم التعاقد مع شركه اخرى. شركه اخرى وقيل لي انها شركه ايطاليه، شركه ايطاليه. بس الادوات هنا مش زي هنا، يعني الشركه اللي بتتعامل مع الاتحاد الافريقي ادواتها جيده، الشركة اللي تعاقدت معاها الشركة المنظمة للنسخة الأولى من الدوري الأفريقي في مشكلة في الكوميونيكيشن سيستم، في مشكلة في الكوميونيكيشن سيستم. الكلام ده اتقال لي بعد ماتش الذهاب، بس أنا بحاول أتأكد. امبارح ماتش الأهلي وسيمبا اتأخر 5 دقايق. ليه؟ لأن الحكم كان عنده مشكلة في السيستم أو في الكوميونيكيشن مع غرفة الفار. ماتش أو ماتشين في لقاء الذهاب الفار راح وجه، يعني الفار اشتغل وقطع، اشتغل وقطع. فلو في مشكلة
في الكوميونيكيشن سيستم او في مشكله في ادوات الفار اتمنى يتم تدرجها في الفتره اللي جايه. احنا داخلين على مرحله دور النصف النهائي والنهائي، الخطا فيه ببطوله ما فيهوش هزار، يعني الخطا فيه ببطوله ما فيهوش هزار. والنسخه دي احنا شايفين فيه حاجات كتيره بصراحه، يعني ترتيباتها مش عارف، فيها اخطاء كتيره. يعني انيمبا والوداد تصريح الوصول او الطياره عشان تهبط في مطار محمد الخامس الترخيص ما صدرش، فبالتالي الطياره ما عرفتش تنزل فرجعت، او انيمبا ما عرفش يسافر فتاجل الماتش. مازيمبي جاي من تنزانيا رحله سفر مش عارف 10 ساعات فمش هيلحق التمرينه الاساسيه فالماتش يتاجل. فطبعا البدايه مش مبشره. كمان مازيمبي الكونغولي عنده ماتش مع الترجي في الكونغو، لا الادوات مش هتعرف تخش، في مشكله ما بين رواندا والكونغو، ففي مشكله في دخول الادوات، في مشكله في التاشيرات، مش هنحط فيزيت رواندا على الكتف في فريق مازيمبي، فلا روح العبوا في تنزانيا. فالبدايه يعني الناس التنظيم بتاعها مش بنسبه 100%. فالفار لو في نفس المشاكل دي اتمنى تداركها خلال الفتره اللي جايه. عموما دي كانت ابرز الاخبار والتفاصيل اللي معايا على مباراه الاهلي وسيمبا وسفر الفريق ان شاء الله خلال الساعات الى جنوب افريقيا، وكمان كلام مهم جدا على ميعاد لقاء الذهاب والاياب، وكمان الحديث عن حكام او مشكله الفار في هذه البطوله. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لاخر اخبار الترند. تفاصيل كتيرة النهاردة في السوشيال ميديا تعقيبا على نتيجة مباراة الأمس، استعداد الأهلي للسفر إلى جنوب أفريقيا. نطلع نتابع آخر أخبار الترند. لها كبيرة جدا. اهلا بحضراتكم من جديد واخر اخبار الترند، والبدايه هتكون بترند الاهلي. البدايه معايا في ترند الاهلي النهارده بالحساب اليوم السابع اللي بيتكلم على برنامج اعداد الاهلي بعد نهايه منافسات ربع نهائي الدوري الافريقي. مارسيل كولر حدد برنامج الفريق النهارده راحه، وهيبقى في اجتماع لكولر اكيد مع معاونيه عشان يحضروا المرحله الجايه ويشوفوا بعض لقطات الفيديو اللي هي بتبقى ليها علاقه بالسكاوتنج والهايلايتس لشغل فريق صن داونز عشان يتفرجوا عليه ويشوفوا نقاط القوه ونقاط الضعف. وبكره هيكون في تدريب صباحي، وبعد التدريب ان شاء الله الفريق هيتوجه الى مطار القاهره لاستقلال الطائره، رحله خاصه الى جنوب افريقيا ان شاء الله لخوض مواجهه صن داونز. الفريق لو طيارات حركه الساعه 4 يوصل على الساعه 2 صباح يوم الجمعه، يعني رحله تستمر حوالي من 9 الى 10 ساعات، تنزل مطار جوهانسبرج، تستقل حافلة من جوهانسبرج إلى بريتوريا، مدة الطريق حوالي يعني من نص ساعة إلى 45 دقيقة، مبيت في بريتوريا، وتبدأ بقى من يوم الجمعة صباحا تستعد، عندك تدريب الجمعة وعندك تدريب السبت وتلعب المباراة يوم الأحد إن شاء الله. طيب نروح لحساب الوطن الرياضي. تحرك عاجل من الأهلي لتأجيل مواجهة صن داونز. دي الجزئية اللي كنت بتكلم عليها من شوية، إن في محاولات لتأجيل مباراة العودة. على فكرة المحاولات دي مش من الأهلي بس، الشركة نفسها شايفة إن يعني تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، إن مثلا الوداد والترجي كسبوا بكرة وتأهلوا النصف النهائي، لو الأهلي وصن داونز لعبوا الأربع وهم لعبوا الخميس، الوقت هيبقى الأهلي وصن داونز عندهم يوم زيادة في الاستعداد للمباراة النهائية. فتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وارد جدا إن مش الأهلي بس يطلب، لا ده وارد جدا حتى إن صن داونز يطلب، وارد جدا ان الكاف نفسه مع اللجنه المنظمه يغيروا ميعاد الماتش يتلعب يوم الخميس، بحيث ان مباراتي الاياب في نصف النهائي تكون يوم الخميس، سواء الاهلي بيلاعب صن داونز في استاد القاهره والمتاهل ما بين مباراتي
الوداد وإنيمبا والترجي ومازيمبي الكونغولي. فهنشوف خلال الساعات اللي جاية إيه الأخبار، والمؤشرات بتقول إن ده وارد جدا إن يحصل تعديل، الأمر مش هيكون يعني في شدة أو تمسك، خاصة بعد تعديل مباراتي اليوم وتأجيلها إلى الغد. طيب كرة بلس هنا بقى مختلفين تماما عن الوطن، قالوا الأهلي لم يطلب تأجيل مباراتي سان داونز. فعموما هنشوف في الساعات اللي جاية القرار النهائي بعد قرار الشركة المنظمة. طيب كرة بلس بيقولوا ان كولر يحذر لاعب الاهلي من النزعة الفردية. مصدر بالنادي الاهلي في تصريحات لكرة بلس قالوا ان كولر حذر لاعب الاهلي من استمرار نفس النهج الذي ظهروا به امام سيمبا في لقاء الذهاب في تنزانيا، والنزعة الفردية للاعبين التي تهدد الفريق بالخروج من البطولة. طيب نروح لحساب المصري الرياضي. كولر يعالج اخطاء بيرسيتاو الفنية قبل مواجهة سان داونز. الكلام هنا ان كولر اكيد هيعالج بعض الاخطاء الفنيه، ولكن يا جماعه برضو ما انتوا لو بصيتوا في التواريخ هيعالج امتى ويعمل يعني تدريبات تخصصيه امتى؟ الفريق امبارح لعب، النهارده اجازه، بكره تدريبه وسفر الى جنوب افريقيا وعلى طول 48 ساعه ويتدرب عشان يستعد للماتش. على فكره التدريبات دي جزء منها فيها ريكفري، الاستشفاء والتاهيل للعيبه، مش جزء ما عندوش وقت يعمل حاجات تخصصيه، تدريب مثلا على ضربات الثابته، التدريب على ركلات الجزاء، شغل تكتيك مثلا معين في الثرو باس والتمريرات البيانيه بالنص ملعب، مفيش وقت. على فكره حتى النهارده رولاني مكوينا مدرب سان داونز اتكلم في نفس الجزئيه، قال السنه دي موسم مضغوط، وعلى فكره سان داونز نتيجه الموسم المضغوط وهو لسه بيبدا الموسم خسر بطولتين. فدلوقتي سان داونز حتى نهايه الموسم مش مرتبط الا بثلاث بطولات، الدوري ودوري ابطال افريقيا والنسخه الاولى من الدوري الافريقي، لكن خسر بطولتين في أقل من أسبوع خلال الفترة الماضية. نروح لحساب ملعب القاهرة 24 بيقول الإصابة تضرب محمود كهربا قبل لقاء سان داونز في الدوري الإفريقي. الخبر هنا فيما معناه إن امبارح كهربا يعني كان تعرض كده لكدمة في الأنكل، وبالتالي النهاردة هيكون في فحص طبي لمحمود كهربا من أجل الإطمئنان عليه، لكن إن شاء الله بإذن الله كهربا هيكون جاهز للقاء سان داونز. أنا بقول لكم امبارح كهربا جري في كل حتة في الملعب، في القلب، على الأطراف، بيخش بشكل قوي جدا، ما بيهبش خالص اي تدافع او اي احتكاك مع حارس المرمى. امبارح كان ليه ركله جزاء، بس يعني للاسف من كتر التخبيط والرزع في المباراه امبارح كهربا اشتكى من رجليه كذا مره. انا شفته حتى امبارح كان بيشاور كذا مره للجهاز الفني، عشان كده حتى في الدقائق الاخيره نزل مودست بديلا لكهربا. طيب كره 11 وبيقولوا مزايا مشاركه الاهلي في الدوري الافريقي، مبلغ خرافي ينعش خزائن القلعه الحمراء بعدما نجح في خطف بطاقة العبور لنصف النهائي. مبلغ ضخم للأهلي دخل خزائن الأهلي عشان الخزنة تنتعش بقوة بعد الصعود لنصف النهائي. هي الفكرة إن الأهلي مع سيمبا خلاص ضمن مليون دولار، دلوقتي في مليون دولار في خزينة النادي الأهلي. بعد التأهل لنصف النهائي ومواجهة سان داونز المليون دول زاد عليهم 700، فدلوقتي الأهلي معاه 1,700,000 دولار. إن شاء الله بإذن الله، المليون و700 يبقوا 4، مش هقول 3، يبقوا 4، لان الوصول للنهائي هيضمن لك حاجه من الاثنين، يا تلعب على 4 مليون او لا قدر الله لو خسرت ال 4 مليون تضمن ال 3 مليون. فدي الامور الرقميه اللي ليها علاقه بجوائز البطوله حتى المباراه النهائيه. طيب كره بلس بيقولوا ان سان داونز يخسر مدافعه امام الاهلي في الدوري الافريقي والخطر يواجه 7 لاعبين. انا قلت في بدايه الحلقه ان في لعيب اطرد، مصيبي مافالا ده رقم 34، خد امبارح كارت احمر نتيجه عرقله لاعب كان رايح بهجمه وفرصه واعده على المرمى في الدقيقه الثانيه، فمصطفى غربال طرده وهيثم كرات التونسي اكد القرار. هذا اللاعب المدافع الاساسي لن يشارك في لقاء بريتوريا يوم الاحد اللي جاي، بالاضافه لكده كمان في 7 لعيبه مصابه، بس السبعه منهم 2 أو 3 هم دول محور شغل رولاني ميكوينا. بنتكلم عن اللاعب البرازيلي اللي منضم حديثا اسمه لوكاس روبيرتو اللي كلمتكم عليه في بدايه الحلقه، المهاجم النبيبي بيتر شالوليلي، وفي كمان لاعب مهم جدا الباك رايت مورينا، لاعب مهم جدا ده بيلعب باك رايت، بيلعب هاف رايت، لعيب سريع جدا. الثلاثه دول مصابين من ضمن السبعه اللي غايبين بقالهم حوالي 2 أسبوع، لكن الغيابات دي مخليه رولاني ميكوينا يدفع تيمبا زواني احد العناصر الخبره في سان داونز منذ اكتر من 6-7 سنين، ابتدى يدفع من تاني بيسيرينو اللي كان مجمد فتره طويله جدا على دكه البدلاء، وبيعتمد بشكل كبير على اليندا اللي قدامكم في الشاشه ولا على الصوره. اليندا ده لاعب قادم جديد من تشيلي،
وكان بيلعب في الدوري الباراغواي، ولعيب مهم جدا ومحور مهم جدا، وكان صاحب الهدف الاول في بيترو اتلتيكو الانجولي في انجولا، لعيب مهم. فده العنصر اللي بيشتغل عليه في ظل غياب روبرتو اللاعب البرازيلي وبيتر شالوليلي، وبيستعين بخبرات سيرينو وتيمبا زواني. طب نكمل ونشوف معانا ايه تاني. حساب يلا كوره، تقارير بتشير ان سان داونز بيسابق الزمن لاستعاده نجميه البرازيلي لوكاس روبيرو وبيتر شالوليلي قبل لقاء الاهلي المقبل، وده اتكلمنا عليه في بدايه الحلقه واتكلمنا في كذا نقطه. نكمل مع بعض ونشوف برضو النهارده ترند الاهلي فيه تفاصيل كتيره على لقاء سيمبا او لقاء سان داونز. حساب بطولات مدرب سان داونز بيقول الاهلي يمتلك لاعبا من الرائع مواجهته. طبعا انا عارف من غير ما ادخل في التفاصيل بيتكلم على بيرسيتاو. بيرسيتاو بتجمعه علاقه قويه جدا وصداقه قويه جدا برولانو مكوينا، لان لما كان بيرسيتاو بيلعب في فريق سان داونز رولاني كان ليه دور كبير جدا في ظهور بيرسيتاو مع فريق سان داونز قبل ما ياخد تجربه احتراف في برايتون وفي الدوري الانجليزي. فالعلاقه ما بين الاثنين علاقه قويه جدا. فالنهارده لما اتكلم رولاني على لعيبه الاهلي وفريق الاهلي خاص بالذكر بيرسيتاو، وقال عليه من الرائع مواجهه بيرسيتاو. المباراه هتكون مثيره جدا للفريقين لان كل فريق هيقدم ما لديه، لكن قال نقطه مهمه جدا، لدى الاهلي الكثير من اللاعبين الرائعين، لقد شاهدت بعض اللقطات من مباراتهم امام سيمبا في تنزانيا، وامبارح على فكره كان في وفد موجود في سان داونز حضر مع الشركه المنظمه، كان كمان بيتابعوا وبيتفرجوا على لقاء العوده ويتفرجوا على الاهلي من استاد القاهره. فبالتاكيد كل الاوراق مكشوفه للفرقتين، الاهلي عارف مفاتيح لعب سان داونز، سان داونز عارف اكيد مفاتيح لعب الاهلي، ولكن في النهايه الاداء والتركيز واستغلال النص فرصه ده اللي بيفرق اكيد في التاهل. ودايما مباريات الاهلي وسان داونز بيبقى فيها نديه قويه جدا، سبق قبل كده برضو كانوا بعتوا اكتر من وفد اتفرج على الاهلي، وانا بتفائل لما بيبعتوا وفد يتفرج على الاهلي بنكسب. يعني انا فاكر من سنه وسنتين برضو بعتوا وفد واتفرجوا على مباراه الاهلي، والاهلي الحمد لله كسب وتاهل لمرحله كان ساعتها الدور نصف النهائي في دوري ابطال افريقيا. ومع موسيماني كمان، انا فاكر مع موسيماني كمان نفس الوفد ده كان موجود في استاد القاهره وحضروا المؤتمر الصحفي، وبيتسو موسيماني وجه رساله قويه جدا ليهم، ووجه رساله قويه جدا حتى لجهاز الفني لسان داونز، قال لهم انتوا بتتفرجوا علينا، انتوا بتحاولوا يعني تشوفوا ابرز اخبارنا وابرز تشكيلاتنا، ولكن ننتظر لقاء العوده نشوف مين اللي هيقدر يكسب. ولكن في النهايه الاهلي تاهل، والاهلي هو اللي كسب البطوله او وصل للفاينل ساعتها مع الوداد، وسان داونز خرج من دور الثمانيه. طيب نروح لحساب ملعب القاهره 24. مدرب سان داونز بيشتكي من ضغط الماتشات قبل لقاء الاهلي. يا اخيرا لقينا حد بيتكلم زي ما الاهلي بيتكلم. فكره ان بتلعب 60 70 مباراه دي فتره صعبه جدا، ما كانش سان داونز بيتعرض لده. اتعملت لهم بطوله كاس جديده ودخلوا في النسخه الاولى للدوري الافريقي، فحاسين بالضغط. ده الاهلي بيعاني من المسائل دي منذ فتره طويله جدا. عموما دي كانت ابرز حاجه النهارده معانا في ترند الاهلي. في المشاركات هاخد واحده بسرعه جدا عشان وقتنا. تعليق محمود بيقول لرسالته للاهلي وللعيبه وللجهاز، انتم الابطال، روح الاهلي، روح الفانيله الحمراء، التركيز ثم التركيز، العب برجوله، اعمل لنفسك تاريخ في الاهلي، انتم اللي محتاجين بطولات الاهلي، اعظم نادي في الكون. ده تعليقا على السؤال اللي وجهناه، وجه رساله للاعبين والجهاز الفني. في الختام بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، وان شاء الله يوم السبت نلتقي في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.